السلام عليكم يا شباب، معاكم فاروق واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هرد فيه على بعض الاسئله والاستفسارات اللي بيسالها السوفتاجيه وفنيين السوفت وير اللي معانا، وبرده زي الفيديو الاسئله اللي فات انا اخترت بعض الاسئله والتعليقات العشوائيه الموجوده على الفيديوهات علشان نجاوب عليها مع بعض. ودلوقتي لو انت بتشوف الفيديو ده يبقى خليك جدع وانزل اشترك في القناه وفعل الجرس وشوف الفيديوهات اللي فاتت لانها هتفيدك جدا. ويلا بينا نبدا. واول سؤال معانا من الأستاذ سوبر زو وبيقول فيه: إيه أهم برامج التخطي المجانية؟ من وجهة نظري بعد التجربة إن أفضل برنامج مجاني لتخطي حسابات آي كلاود على أنظمة ويندوز هو برنامج FRB فايل، لأن البرنامج ده مستقر في الشغل وما بيظهرش فيه أخطاء كتير، وكمان بيتم تحديثه باستمرار، ومن خلاله بتقدر تتخطي حسابات آي كلاود من أجهزة آيفون بسهولة وسرعة. لكن طبعا الاصدار المجاني من البرنامج بيعمل لك تخطي لحساب اي كلاود لكن بدون تشغيل الشبكه والمكالمات، وعلشان تشغل الشبكه والمكالمات يبقى هتشتري الخدمه المدفوعه من البرنامج. يعني لو انت عايز برنامج مجاني تتخطى بيه حسابات اي كلاود ويكون مستقر وناجح في التخطي وبيتم تحديثه دايما، فانا انصحك بالبرنامج ده، ويا رب اكون قدرت افيدك. والسؤال اللي بعده من الاستاذ دارك اكس ميجور، مش عارف بنطق الاسم صح ولا غلط، وبيقول فيه: أنا معايا تابلت الثانوية والوزارة قافلاه باسورد، وإحنا المفروض خلصنا ومش راضيين يفتحوه. أنا معايا زد 3X، أعمل إيه عشان أفك الباسورد وأعمل له ضبط مصنع لأنهم قافلين ضبط المصنع؟ أضمن طريقتين للتعامل مع أجهزة تابلت المدارس اللي عليها حمايات نوكس وإم دي إم، إما استخدام الخدمات المدفوعة أو استخدام بوكسات الجيتاج، وانا كنت شرحت الطرق دي في فيديو فات هسيبهولك في وصف الفيديو ده. والمفروض حاليا ان اجهزة التابلت بتاعة السنة اللي فاتت تكون خرجت من المنظومة لكل الطلبة اللي خلصوا دراستهم، وممكن تتواصل معاهم على موقع الوزارة مثلا او على الرقم الساخن بتاعهم، لكن انا مش فاكر الرقم حاليا بصراحة، بس لما تكلمهم تطلب منهم انهم يفتحوا لك التابلت في حالة انك خلصت دراسة. ولو معرفتش تتواصل معاهم او طلبوا منك مبلغ كبير علشان يفتحوا التابلت، يبقى ممكن تجرب بعض الثغرات في حالة ان التابلت شغال وبيفتح طبيعي وبيدخل للقائمة الرئيسية وما يكونش مقفول بباسورد او نمط انت مش عارفه. والثغرة الاولى هي انك توصل التابلت بالواي فاي وتدخل على الاعدادات في التابلت وبعدين تنزل لتحت خالص وتضغط على تحديث الجهاز والبحث عن تحديثات جديدة، بس لازم تكون موصل التابلت بالواي فاي الاول. ولما التابلت يبدأ يبحث عن تحديثات جديدة ممكن يعمل ريستارت تلقائي ويبدأ يعمل فورمات لوحده ويشتغل تاني، وبكده يكون خرج من المنظومة بطريقة اوتوماتيكية. ولو ما عملش ريستارت وظهر لك تحديث جديد يبقى حمل التحديث وثبته على التابلت، وبعد التحديث ممكن يخرج من المنظومة لوحده. والثغرة التانية هي عمل رمز او نمط على التابلت، وهسيب لك فيديو توضيحي للثغرة دي بالخطوات في وصف الفيديو علشان تشوفه وتمشي مع الخطوات. وزي ما قلت ان الثغرات دي ممكن تشتغل على اجهزة التابلت اللي اصحابها خلصوا دراستهم بالفعل، ويا رب اكون قدرت افيدك. والسؤال اللي بعده من الاستاذ مستر دي اتش 03 وبيقول فيه: انا عاوز اشتري بوكس جيتاج، اجيب ايه، يو اف اي ولا ايزي جيتاج بلس؟ الاتنين من اقوى بوكسات الجيتاج والتعامل مع الزواكر، لكن من وجهة نظري ان حاليا بوكس ايزي جيتاج افضل شوية من بوكس يو اف اي، بالرغم من ان بوكس يو اف اي دعم مؤخرا برنامج خاص لزواكر يو اف اس، لكن ايزي جيتاج افضل واقوى منه في التعامل مع زواكر يو اف اس، وكمان تحديثاته مستمرة بعكس بوكس يو اف اي اللي تحديثاته بتتأخر كتير جدا. يعني لو انت بتشتغل هاردوير وزواكر يبقى الافضل ليك حاليا هو بوكس ايزي جيتاج، ويا رب اكون قدرت افيدك. والسؤال اللي بعده من الاستاذ ماركو مدحت وبيقول فيه: لو عاوز افتح بوت لودر هواوي بطريقه مجانيه ايه الحل؟ زمان من حوالي 7 أو 8 سنين وفي اول انطلاق موبايلات هواوي وتعدد موديلاتها كنت تقدر تفك البوت لودر من خلال الموقع الرسمي الهواوي، لكن حاليا تم اغلاق الموقع، وبالتالي حاليا علشان تفك البوت لودر لموبايلات هواوي الحديثة هتحتاج بوكسات وبرامج مدفوعة،
زي سيجما كي و اتش سي يو وبنادورا بوكس، ودول كمثال. لكن في ادوات ودنجلات تانية، واغلب البرامج والادوات المجانية هتفشل في فك البوت لودر لاجهزة هواوي، خصوصا الاصدارات والحمايات الحديثة منها. ويا رب اكون قدرت افيدك. والسؤال اللي بعده من الاستاذ اسلام فارس، وبيقول فيه: عندي بوكس ان سي كي عادي، حاولت افعل عليه يو ام تي رفض، هل في حل حول البوكس لبرو؟ في السنين اللي فاتت كنت لما تشتري ان سي كي بوكس او ان سي كي دونجل كان بيجي متفعل عليه يو ام تي مع ان سي كي، وكان الدونجل اسمه ان سي كي برو علشان تفعيل اليو ام تي المجاني اللي معاه. لكن الفترة دي الموضوع ده وقف، ودلوقتي تفعيل يو ام تي بقى تفعيل منفصل. والمشكلة بقى ان لو عندك ان سي كي دونجل مثلا وعايز تفعل عليه يو ام تي مش هينفع، لانك علشان تجدد تفعيل يو ام تي على دونجل ان سي كي لازم قبلها يكون الدونجل اصلا متفعل عليه يو ام تي من البداية. يعني لو عايز تشتغل على يو ام تي يبقى هتحتاج انك تشتري دونجل يو ام تي منفصل. لكن طبعا ما نعرفش في المستقبل ايه اللي ممكن يحصل، لان فرق البوكسات والدونجلات كل يوم في حال. ويا رب اكون قدرت افيدك. والسؤال اللي بعده من الاستاذ محمد الشيخ، وبيقول فيه: ما هي افضل الدونجلات حاليا في الاسواق حسب ماركات الهواتف التي تدعمها؟ حاليا في عالم جي اس ام مفيش حاجة اسمها احسن بوكس او افضل دونجل، لان مجال جي اس ام بقى متشعب وكل يوم فيه جديد، وكل فترة بيتم اصدار موبايلات جديدة وموديلات مختلفة من كل الشركات، وبالتالي مفيش بوكس واحد او دونجل واحد هيدعم لك كل الموديلات الجديدة وكمان كل الاصدارات والحمايات الموجودة على المعالجات. وهدي لك مثال بسيط يوضح لك الصورة. لو عندك بوكسات زي زد 3X او اوكتو بلس، فدول يعتبروا من افضل البوكسات الموجودة للتعامل مع موبايلات سامسونج. لكن البوكسات دي مش بتدعم اجهزة هواوي ولا اوبو ولا شاومي ولا غيرها من الاجهزة والبراندات التانية اللي عليها معالجات ام تي كي وكوالكوم. ولو عندك دونجولات زي ان سي كي او يو ام تي او سي ام 2 هتقدر من خلالهم تتعامل مع براندات اوبو وشاومي وهواوي مثلا، لكن مش هتقدر تتعامل مع موبايلات سامسونج، لان الدونجولات دي مش بتدعم التعامل مع موبايلات سامسونج باحترافية زي زد 3X واوكتو بلس. وهكذا بقى مع باقي البوكسات والدونجولات التانية. يعني مفيش بوكس واحد او دونجل واحد هيدعم لك وهيشغل لك كل حاجة، وبالتالي الصح هو انك تشوف اكتر البراندات والموبايلات اللي بتجيلك في محلك، وليكن مثلا موبايلات هواوي او اوبو او شاومي كمثال. وانت هتشوف اهم الدونجلات اللي بتدعم الموديلات والمعالجات دي وتحددها، وليكن مثلا اي اف تي وسيجما كي وسي ام 2 وان سي كي ويو ام تي وادوات تانية مدفوعة زي انلوك تول، ودول كمثال مش اكتر. وبعدها تقارن بينهم، وده بيحصل لما تدخل على المواقع الرسمية لكل اداة او دونجل فيهم وتشوف الموديلات والعمليات المدعومة عليهم، وكمان تشوف شروحاتهم على المواقع والمنتديات وعلى اليوتيوب، وبعدها بتقدر تختار منهم دونجل يكون مناسب ليك وتشتغل بيه. يعني تحدد الاول انت عايز تشتري دونجل او بوكس علشان يعمل لك ايه، وبعدها تشوف اهم الدونجلات والبرامج والبوكسات اللي بتدعم اللي انت محتاجه، وبعدها تختار منهم اداة او دونجل وتشتغل بيه. وبعد كده مع الوقت تقدر تحدث بوكساتك وادواتك وتشتري اي بوكس او اداة تانية تساعدك في شغلك. ويا رب اكون قدرت افيدك. والسؤال اللي بعده من الاستاذ محمد مصطفى، وبيقول فيه: ايه الفرق بين السوفت وير والروم؟ كل المصطلحات دي قريبة من بعض وتقريبا تعتبر نفس المعنى في مجال سوفت وير الموبايل والتعامل مع اجهزة الاندرويد. وخلينا اوضح لك الصورة اكتر وابسط لك الموضوع. مصطلح سوفت وير في العموم بيعبر عن نظام التشغيل نفسه، يعني مثلا نظام تشغيل اندرويد ونظام تشغيل ويندوز وماك او اس وهكذا. اما مصطلح فيرموير فده عبارة عن مجموعة من الاكواد او البرامج اللي بيتم كتابتها على قطع الهاردوير سواء كان موبايل
او ريسيفر او راوتر او يو اس بي مودم او اي جهاز هاردوير تاني. ومصطلح روم اختصار لي ريد اونلي ميموري، واضح من الاسم انها ذاكرة قابلة للقراءة فقط، وده المكان اللي بيتم كتابة الفلاشة او الفرموير عليه علشان يكون قابل للقراية فقط. وده توضيح بسيط لكل مصطلح منهم، لكن في شغلنا كفنيين سوفت وير تعتبر جميع المصطلحات دي متشابهة او بنعتبرها مصطلح واحد بيدل على الفلاشة. يعني باختصار ممكن تسمع حد بيقولك انا عايز فرموير للموبايل، او يقولك انا عايز روم للموبايل ده، او يدخلك زبون يقولك انا عايز اعمل سوفت وير للموبايل ده. يعني مش هتفرق معانا المسميات سواء سوفت وير او فرموير او روم، لكن الاهم اننا نعرف نستخدمها ونتعامل معاها ازاي. ويا رب اكون قدرت افيدك، وخلونا نكتفي لحد كده علشان الفيديو ما يطولش قوي مننا، وان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية للرد على اهم الاسئله والاستفسارات بتاعتكم. واكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الفيديوهات دي ومدى استفادتكم منها. وطبعا لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.